إلينا من غزة محمد أبو مصباح الناطق الإعلامي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قطاع غزة. سيد محمد أهلا بك. سيد محمد، إذا تابعنا تحديث جديد لعدد الضحايا في هذه الهجمات والضربات الإسرائيلية، لنتحدث معك في البداية عن الوضع الصحي في قطاع غزة، كيف تصفون اليوم بعد هذا اليوم 15 من الضربات قدرة مشافي ومراكز الصحة في غزة على العمل؟ صحيح، أسعد الله مساءك ومساء جميع المشاهدين عبر قناة العربية الحدث، وكما ترصد كاميراتكم ومتابعتكم على الأوضاع والتطورات الميدانية في قطاع غزة، فإن الوتيرة في الميدان هي في تصاعد متزايد. بدأت باستهدافات مباشرة إلى المدارس والمخابز والتجمعات ومنازل المواطنين. الآن نشهد ومنذ 4 أيام استهدافات مباشرة إلى عائلات برمتها، يعني أصبحت المجازر هي بالجملة من جراء التطور في نوع الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما عن الوضع والمنظومة الصحية، فأود الحديث إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة هي بالكاد مترهلة، وهي تعاني من ضعف شديد ونقص شديد في المستلزمات، والاحتياجات لديها عالية جدا ما قبل هذه التصعيد. وزاد الطين بلة عندما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود وقطعت التيار الكهربائي وضاعفت من أعداد المصابين، وأن القدرة للمستشفيات هي لا تستطيع استيعاب جميع هذه الأعداد الضخمة والكبيرة من المصابين وأنواع الإصابات التي تستقبلها هذه المستشفيات. أو مسؤول تحديدا قولها إن إسرائيل طالبت بإخلاء نحو 20 مستشفى في شمال غزة، 6 أخليت بالفعل، 4 رفضت والبقية في طور الإخلاء، هذا بحسب تصريح المسؤول الإسرائيلي. ما معلوماتكم حول التهديدات التي تصل إلى المستشفيات للإخلاء؟ صحيح، أنا أتحدث معك الآن وأنا موجود في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، ونحن من المستشفيات التي تلقت تهديدات متكررة بإخلاء المشفى بمن فيه من مصابين ومدنيين، كانت آخرها ليلة أمس عندما استقبلت إدارة الجمعية 4 اتصالات متكررة بضرورة الإخلاء وبشكل فوري في ظلمة الليل. نتحدث عن 12,000 من النازحين جلهم من النساء والأطفال، نتحدث عن أكثر من 400 مريض ومصاب، منهم 10 بالعناية المركزة ولا يمكن نقلهم دون أجهزة التنفس الصناعي واستمرار الحياة لديهم. نتحدث عن أكثر من 100 من الطواقم الطبية والمتطوعين العاملين في المشفى. هذه أعتقد بأنها رسالة تعنى بإعدام بطيء ومقصود لهذه الفئة. رفضت إدارة الجمعية من خلال بيان رسمي ومن خلال التواصل والدبلوماسية الإنسانية مع شركائنا في الحركة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدنا على أننا باقون في استمرار خدمتنا ورسالتنا الإنسانية وأننا يجب. كم عدد المستشفيات التي تلقت بالفعل تهديدا ولكنها ما زالت تعمل في مقابل عدد المستشفيات التي أخليت؟ أعتقد أنها بحسب المصادر الرسمية وبالعدد الدقيق ما بين 20 مشفى لا يزال يعمل ضمن نطاق هذه المناطق المحظور العمل فيها، ولم تنصاع إلى أوامر قوات الاحتلال بالإخلاء وإجلاء هذه المناطق. تقصد في شمال غزة فقط؟ شمال غزة ومحافظة غزة. إذن المطلب كان بإخلاء هذه المشافي وهذه المراكز للعمل في جنوب قطاع غزة وإخلاء المرضى، وهو يعني أننا سنضاعف من عبء المسؤولية على المشافي التي تعاني أصلا من ضعف الإمكانيات ونقص في الأسرة للاستيعابية لعدد الإصابات. الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال مستشفى القدس هو المستشفى الأكبر بعد مستشفى الشفاء والمساندة الرئيسي للمنظومة الصحية الرسمية. أكدنا بأننا لا يجب على المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال وضرورة تحييد المنشآت الطبية والمشافي من الاعتداءات والعقاب الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعلم بأننا فقدنا عددا من زملائنا المسعفين، تضررت عددا من مركبات الإسعاف، نعمل ضمن طاقة استيعابية قصوى لدينا في ظل انعدام الوقود والشح الكبير في الموارد والمستلزمات الطبية.
دخلت مساعدات اليوم السيد محمد، مساعدات لقطاع غزة، هل وصلت إلى الشمال أيضا؟ بالتأكيد الهلال الأحمر الفلسطيني هو من قام اليوم بالاستلام من خلال اللجنة التي تم إعدادها وضمن المنظومة التي تعمل من خلالها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وخطة الاستجابة والتنسيق مع الشركاء في الهلال الأحمر المصري. يتواجد الآن المدير العام للجمعية في الطرف الآخر في الجانب المصري لتنسيق الجهود والترتيب وتنظيم آلية دخول هذه المساعدات. اليوم وبعد عملية معقدة وآلية جدا صعبة، تم إفراغ المركبات والشاحنات المصرية إلى شاحنات فلسطينية، وتم تأمين هذه المساعدات 20 شاحنة في مخازن الأونروا وكالة حوثي اللاجئين، وسيتم توزيعها غدا بحسب القوائم التي تم تزويدنا بها من خلال الهلال الأحمر المصري. وأود هنا الإشارة إلى أن العشرين مركبة هي لا تلبي أدنى احتياج للاحتياجات الضرورية للمشافي واستمرار العمل، وبالتأكيد أنها لا تشمل الوقود وهو الشريان الرئيسي لاستمرار العمل في المشافي. إذن الأدوية والمعدات التي وصلت هي تكاد 3 شاحنات فقط، وهذا يعني أنها قطرة من غسل ماء الوجه أمام المجتمع الدولي، ونحن نؤكد أنها ضرورة فتح ممر إنساني على أوسع أبوابه لضرورة تعزيز صمودنا في القطاع الصحي وضمان تأديتنا لواجبنا الإنساني أمام المصابين، وضرورة إخراج المصابين من قطاع غزة لتلقي علاجهم بشكل عاجل في مشافي خارج قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من غزة، كنت معنا محمد أبو مصباح الناطق الإعلامي باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.